معلومات مستخدميك ليست في أمان. اسم المستخدم وكلمة السر لوحدهم ليسوا جديرين بأن يبقوا على خصوصية الحسابات من لصوص المعلومات أو من الدخول الغير مصرح به. باستخدام معيار التحقق الثنائي سيتمكن المستخدمون من حماية حساباتهم عن طريق إدخال أكثر من كلمة السر للدخول، فسيحتاج لهاتفه النقال في كل مرة يعتزم المستخدم الدخول لحسابه من جهاز جديد، حيث أن كلمة سرية فريدة سترسل للمستخدم عبر رسالة نصية قصيرة أو مكالمة صوتية. هذه العملية تضيف صف حماية إضافي لرفع مستوى حماية البيانات. ما قد لا تكون على علم به هو أن بعض موفري خدمة معيار التحقق الثنائي أفضل من غيرهم. في OTS طورنا أحد أكثر الحلول تميزاً عن غيرنا، حيث أننا نوفر خدمة أقل ثمناً، أسهل في الربط وأسهل في الاستخدام. إذا أردت أن تحصل على تجربتك المجانية، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.otsdc.com لتبدأ اليوم.